في الفيديوهات اللي فاتت شرحنا أساسيات الفوتوشوب واستخدامها في الرسم الديجيتال. يلا بقى بينا النهاردة نطبق الكلام اللي احنا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتت كلها في رسمة ديجيتال. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ولو الشرح عجبك اعمل لي لايك على الفيديو وسيب لي رأيك في التعليقات. أنا سعيد المصري ودي قناتي لتعليم الرسم الديجيتال. انا من بدري بصراحه كنت ناوي ان انا الون السكتش ده. ده عباره عن سكتش كاريكاتير للفنان عادل امام، طبعا اللي رسمه صديقي العزيز مصطفى صلاح. فيلا بينا بقى نطبق كل اللي احنا اتعلمناه في الدروس اللي فاتت ونلون السكتش ده. اول حاجه بالنسبه لللايرز، لما نيجي نفتح الفايل هيبقى عندي تلات ليرات. اخر واحدة تحت خالص اللي هي بتكون ورا هي الباك جراوند اللي هي البيضة. هنيجي على اللير اللي فوقيها، دي اللير بتاعت الريفرنس اللي احنا هنلون منه. لو جينا قفلناها هتلاقي الريفرنس بيظهر ويختفي. اللير اللي فوقيها هي اللير بتاعت الاوتلاين. تمام، اللير بتاعت الاوتلاين دايما هخليها فوق خالص. يعني دلوقتي انا هبتدي هعمل لير جديدة علشان نلونها بالميد تون او اللون الاساسي في الوش او الدرجة المتوسطة بين الفاتح والغامق. فمن الكيبورد هندوس كنترول شيفت ان، هيعمل لنا لير جديدة ممكن نسميها ميد تون. اوكي، وهننزلها تحت الاوت لاين. تعالوا بقى نسمي اللايرز بتاعتنا علشان المره دي ايه تبقى الدنيا منظمه. ده اوت لاين. علشان اسمي اللاير اللي موجوده هنا ادوس عليها، اجعل اسم وادوس عليها دبل كليك كده، هتلاقيه جاب لك ان انت تعدل على الاسم براحتك. دي اللاير بتاعت الريفرنس، فهن سميها ريفرنس. يعني اختصار كده، مش لازم الكلمة كلها. تمام، هنيجي بقى على اللير بتاعت الميد تون. هنروح بقى على الريفرنس ونشوف الدرجة اللي بين الفاتح والغامق. ممكن مثلا تكون الدرجة دي، يعني عندنا الوش من جزء اليمين ده غامق والإضاءة طبعا عشان جاية من الشمال، فالجزء الشمال ده كله فاتح. فمثلا الدرجة اللي في الخد هنا دي ممكن تكون هي الدرجة المتوسطة أو الميد تون. هنجيب الكولر ويل بتاعتنا، طبعا فاكرين الكولر ويل أو دايرة الألوان، ونبتدي نحدد منها اللون، درجة اللون دي. طيب هي درجة محمرة شوية، يعني بين الأحمر والأصفر كده زي ما قلت قبل كده. وانا بختار درجة اللون دايما عيني على المربع اللي هنا ده وعلى المنطقة اللي انا عايز اجيب درجة اللون بتاعتها. تمام، المنطقة دي تقريبا يعني كده بين الاحمر والاصفر، هو احمر مصفر شوية يعني اورنج. هنيجي على الدائرة بتاعت الهيو دي وننزل عند الاحمر كده شوية. تمام، تعالوا نجرب على كده، يعني تقريبا كده درجة اللون ظابطة شوية. زي ما قلنا اللون لو مش باين من وانا بلون كده، لو مش باين من الوش او درجة اللون اللي تحتها يبقى انا كده اخترت الدرجة صح. هو هنا متهيألي محتاج ان هو يفتح سنة. احنا قلنا لما نيجي نفتح اللون سنة هنيجي عند المثلث ده ونطلع لفوق، نغمق ننزل لتحت نفتح نطلع لفوق. احنا طلعنا لفوق شوية، تعالوا نجرب بقى فاتح قوي ننزل تحت تاني. يعني اعتقد نقدر نبتدي بالدرجة دي. تمام، هيبقى دي درجة الميد تون اللي هنلون بيها الوش كله كبداية. طبعا ما تنسوش انا واقف على اللير بتاعت الميد تون عشان اللي هلونه يبقى بيتلون في اللير بتاعت الميد تون. ممكن طبعا
وانا مختار الفرشة كده ابتدي الون على طول لحد ما الون الوش كله. والطريقة التانية، تعالوا بقى نمسح اللي احنا عملناه ده عشان نقول الطريقة التانية. هنعمل كنترول زد، كنترول زد بيمسح اخر حاجة احنا عملناها، تمام، او بيرجع لورا خطوة. الطريقة التانية ان احنا نجيب اللاسو تول دي او اداة التحديد دي من البار بتاع الادوات او من الكيبورد. ممكن ادوس على حرف ال هيجيب لي برضو التول اللي احنا عايزينها، وابتدي احدد. افضل ماشي على الحدود بتاعة الوش كله او المنطقة اللي انا عايز الونها بالدرجة اللي انا اخترتها. ليه انا بقول المنطقة دي؟ لان طبعا مش هيبقى كل حاجة، يعني مثلا الشعر هيبقى ليه درجة لوحده، البدلة والجرافطة والقميص هيبقى لهم درجة تانية. فانا دلوقتي هلون الوش بس. طب انا خلاص عملت سيلكت، فاقوم جاي بقى نازل على البينت باكت تول دي او اللي هي الاداة اللي هي شبه الجردل دي، واقوم جاي جوه السيلكت كده اقوم جاي دايس بالقلم بس كده، بدل ما اقعد الون بالفرشة واخد وقت كبير. تمام، علشان بقى اشيل التحديد اللي انا كنت عامله ده وانا واقف على اداة السيلكت اللي هي اللاسو تول كده، اقوم جاي دايس كليك يمين وانزل على اول واحدة، هي اول واحدة دي سيلكت كده، انا شلت السيلكت. او من الكيبورد اقوم جاي دايس كنترول دي كده، برضو شلت التحديد اللي انا كنت عامله. طيب دلوقتي بقى احنا لسه برضو في اللير بتاعت الميد تون، هنشوف الميد تون بتاعت الشعر. ممكن مثلا الدرجة اللي هنا دي طبعا بقى بني، فهننزل تحت كده عند البنيات، تعالوا نجرب نلون. يعني تقريبا محتاجة نزود التشبع شوية، فهنخش يمين كده شوية. يعني اعتقد كده تمام، او ممكن نزود الاحمرار اللي فيه شوية فنروح ناحية الاحمر اكتر. تمام كده، دي هتبقى الميد تون بتاعة الشعر. فهنيجي على الشعر ونجيب بقى اداة السيلكت بتاعتنا من حرف ال L، وابتدي اعمل سيلكت حوالين الشعر. هنا بقى انا مش لازم من تحت كده، مش لازم امشي مع سلكت الشعر، ممكن ادخل عادي على اللون التاني، لان طبعا لحد ما اوصل مثلا لاول النقطة انا ابتديت من عندها. ليه بقى انا دخلت على اللون التاني عادي كده من غير ما امشي من تحت على الحدود بتاعة الشعر؟ لان انا كده كده واقف على نفس اللير. تمام، طالما انا واقف على نفس اللير لما هاجي الون هنختار البنت باكت تول بتاعتنا، لما اجي الون بص وادوس هنا، هو هيحط في الاعتبار ان في لون تاني، فهو مش هيتخطاه، يعني هو مش هيلون على اللون اللي موجود. لا، هو طالما في نفس اللير هيلون لك الحتة الفاضية بس. يعني انا من فوق لازم امشي مع الشعر، مع الخط بتاع الشعر، لكن من تحت مش لازم امشي عليه طالما في لون تاني بيقابلني من تحت. تمام، طيب لو انا بقى كنت على لير تانية، بص تعالوا كده نعمل لير جديدة، نعمل كنترول شيفت ان، دي لير جديدة بقى، نشوف كده ايه اللي هيحصل. بص اهو اجي الون، شايفين ايه اللي حصل؟ هو طبعا تجاهل اللون لان احنا كده على لير جديدة اصلا، مش على نفس اللير اللي احنا ملونين عليها الوش. تمام، فهنرجع بقى تاني زي ما كنا واحنا واقفين على اللير بتاع اللي اسمها ميد تون، نقوم جاي ملون الشعر. تمام،
وادوس كنترول دي علشان نشيل السلكت. طيب فاضل ايه؟ فاضل البدلة والجرافطة والقميص. تعالوا نشوف البدلة هتبقى لونها اسود، هي طبعا فيها اضاءات كتير، يعني في اضاءة صفراء هنا وفي يعني اضاءة صفراء الناحية التانية، بس خلينا برضو بشكل مبدئي كده نختار درجة معينة. تعالوا نشوف الدرجة دي، شايفين الدرجة؟ يعني مثلا لو انا اخترت الجزء ده ان هو اللي يكون الميد تون بتاعة البدلة، هنا الدرجة فيها لون، يعتبر الحتة دي البدلة دي ما فيهاش لون، فانا محتاج ان انا ادخل شمال اكتر علشان اشيل اللون المحمر شوية ده. بصوا لما دخلت شمال اكتر، لما دخلت بقى للشمال الاخر، خلاص اللون يعتبر بقى، بس هو فيه سنة ازرق. احنا كده بقى هننقل نروح في حتة تانية خالص عند الدرجات الازرق كده، ننزل تحت. ايوه بصوا الاخيرة دي هي اللي ظبطت، يعني وممكن نفتح سن، نطلع فوق سنة، تمام، شيل كل الالوان اللي احنا عملناها دي. تعال نجرب، شايفين ده ظبط ازاي؟ نقلل بس منه التشبع شوية، تمام او كده. يلا بينا نروح نلون البدلة. من الكيبورد هنختار ال ونبتدي نحدد البدلة. طبعا انا لازم اخد بالي البدلة فين و القميص فين والجرافطة فين. طبعا ده رسم كاريكاتير، فبيكون في مبالغة شوية في رسم العناصر. هنا مثلا ياقة القميص طالعة أصلا فوق البدلة، فلازم نراعي ده واحنا بنلون، مش عايزين نبوظ لمصطفى السكتش بتاعه. أنا كده اخترت، عملت سيلكت على البدلة، اختار البنت باكت تول بتاعتنا واقوم جاي دايس هنا، هنلاقي ان هو لون لي البدلة، تمام. تعالوا على الجرافطة. الجرافطة بقى ايه؟ يعني هتبقى يعتبر سودة يعني، او قبل الاسود بشوية كده. تعالوا نختار ال ونعمل سيلكت على الجرافطة. واقوم ملون. طيب والقميص؟ واحد هيقول لي القميص ابيض فكده كده نسيبه ابيض. زي لا، القميص مش بيبقى ابيض، يعني هو بيبقى بسبب برضو الاضاءات وكده بيبقى واخد طبعا، والظل والنور والكلام ده كله بيبقى واخد لون كده. هو يعني ما شاء الله عندنا هنا في درجات كتير قوي في القميص، في درجة عند الياقة من فوق كده، الياقة اليمين في درجة ازرق، تحت في أصفر شوية بسبب الإضاءات، هنا مش عارف أبيض. فاحنا برضو هنختار يعني أي درجة مؤقتا كده، شايفين مثلا ممكن الدرجة دي اللي هي ما فيهاش إضاءات ملونة، طبعا دي برضو مش أبيض، يعني دي لو لونها أبيض مش هتبان من الباك جراوند اللي تحت، لكن شايفين في فرق إزاي، تمام. فاحنا هنطلع فوق قبل ما نوصل للأبيض شوية كده، ونيجي بقى نبتدي نلون. محتاجين نفتح، نطلع فوق أكتر، تمام كده،
شايفين ما بقتش اللي انا بلونه مش باين من القميص، فكده تمام الدرجة اللي انا اخترتها مظبوطة. طبعا بقى يعني احنا مش دايما هنفضل نجرب، مش دايما هنفضل نعمل اللي انا بعمله ده، وبس ايه في الاول لان انت ممكن ما نبقاش عارفين نجيب درجة اللون مظبوطة، فنقعد نجرب. بعد كده خلاص بقى انت بعينك هتلاقي نفسك اتعودت ان انت تجيب اللون على طول من غير ما تقعد تجرب كل شوية. هنجيب أداة اللاسو تول بتاعتنا حرف ال L من الكيبورد، ونبتدي نلون القميص. بصوا بقى دلوقتي وانا بعمل سيلكت على القميص، شايفين القميص اصلا متحاوط من كل ناحية بلون، يعني من فوق متحاوط باللون بتاع الوش، من الجنب هنا متحاوط باللون بتاع البدلة، ومن هنا اللون بتاع البدلة، في حتة بس صغيرة مفتوحة اللي هي دي مش متحوطة بلون. لو انا ما عملت السلكت و جيت في الحتة الفاضية دي ودوست كده، بص ايه اللي حصل، لون كل اللير بتاعتي، لون بقيت المساحة الفاضية في اللير بتاعتي. ليه؟ علشان في حتة هنا فاضي. طب انا مش عايز بقى ده يحصل، انا عايز القميص بس اللي يتلون. هعمل بقى سيلكت واهتم ان انا في الحتة الفاضية دي اقفلها كده، ومش مهم بقى الباقي اعمل بس دايرة كده وخلاص لحد ما اقفل خلاص. يعني انا بس اهم حاجة عندي ان انا اقفل الحتة دي، فاقوم جاي على البنت باكت تول وادوس. شايفين بقى دلوقتي ايه اللي حصل، هو لون القميص بس لكن ما لونش باقي اللير، تمام، عشان انا قفلت الحتة اللي كانت مفتوحة دي. دلوقتي احنا خلصنا اللير بتاعت الميد تون او اللون الاساسي. بصوا لو قفلنا اللير بتاعت الاوت لاين بيطلع لنا الشكل ده، شوية الوان كده محطوطين جنب بعض. طبعا احنا لسه محتاجين الاوت لاين علشان نرسم التفاصيل. ممكن نخفف الاوت لاين شوية. احنا طبعا هنيجي في مرحلة كده هنستغنى عن الاوت لاين خالص، هنمسحه خالص بقى، بس احنا دلوقتي لسه محتاجينه. هنعمل بقى لير جديدة، كنترول شيفت ان، ونسمي اللير دي بقى ايه اللي هي بتاعت الظل والنور او الشادو واللايت، شادو اند لايت. برضو هتكون تحت الاوت لاين، دايما الاوت لاين هو اللي فوق خالص، تمام. في اللاير دي بقى احنا بنبتدي نشوف الفاتح والغامق، ونشوف الحتت الغطسة والحتت البارزة. نقسم الوش كده لشوية اشكال هندسية متلونين بألوان معينة. يعني ايه؟ تعالوا كده مثلا على الوش بتاع عادل إمام، تعالوا بقى نحلله كده ونشوف الظل والنور فين. مبدئيا كده احنا يعني بالنظر كده شايفين الجزء ده كله منور لأن الإضاءة جاية من هنا، والجزء ده مظلم هنا، الجزء ده برضو مظلم. بس طبعا جوه الجزء المنور ده في حتت مظلمة او غامقة، وجوه الجزء المظلم ده في حتت فاتحة. يعني انت شايفين الجزء اللي انا قلت لكم ده منور، لو جينا مثلنا مثلا في الحتة بتاعت الخد دي، شايفين دي مظلمة. ليه؟ علشان في بروز حاصل كده، والبروز ده خلى الحتة العالية منورة اللي هي دي، وخلى الحتة اللي هي عكس الضوء مظلمة. عندنا برضو في هنا شوية ظل، الخطوط بتاعة التجاعيد دي بتعمل ظل. هنا مثلا هيبتدي برضو الظل يدخل من أول هنا، الجزء ده منور الجزء ده مظلم، المناخير من هنا كده منورة لكن الجزء اللي هو عكس الضوء ده مظلم. في هنا جزء غاطس شوية فمظلم شوية.
طبعا في بقى ساعات اضاءة، بس احنا لسه دي هنعملها في لير جديدة، اللي هي مثلا تبقى زي دي الهايلايت بقى، او زي الاضاءة اللي ضاربة في جنب الوش دي، نقطة الإضاءة اللي في المناخير دي، الحاجات دي كلها هنراعيها واحنا بنشتغل. طيب تعالوا بقى نمسح كل ده ونبتدي ننفذ الكلام ده هنا. أول حاجة هنبتدي مثلا في المنطقة الغامقة دي، نحدد الدرجة ليها ونبتدي نلون المنطقة الغامقة دي هنا. تعالوا بقى نشوف، هي هتبقى برضو درجة، هي هتبقى برضو بين الأحمر والأصفر، ونقلل بقى التشبع ونغمق. عناية برضو على المنطقة دي والمربع اللي اللون بيتغير منه. تعالوا نجرب على كده. بصوا بقى الدرجة اللي انا وصلت لها دي، اول حاجة فاتحة تمام، فاحنا محتاجين نغمق. تاني حاجة مصفرة، فاحنا محتاجين ننزل عند الاحمر شوية، فهننزل عند الاحمر شوية هنغمق شوية، غمق يعني اجي عند المثلث وانزل تحت شوية. طيب تعالوا بقى نشوف كده، بصوا كده الدنيا بقت عاملة ازاي، درجة اللون ما بقتش باينة من الوش، فكده الدنيا ظبطت معايا. نبتدي بقى واحنا واقفين على اللير بتاعت الشادو واللايت، نبتدي بقى نلون الجزء اللي هو شايفين الجزء ده كله كده، والجزء ده الحتت بقى الغامقة دي كلها هنلونها بالدرجة اللي احنا اخترناها دي. مهم جدا تبقى واخد بالك انت واقف على انهي لير وانت شغال، علشان ممكن تفضل تلون وتقعد بالساعات ترسم في تفاصيله بتاعه، وفي الاخر تكتشف ان انت واقف على لير غلط، وتلاقي نفسك دخلت الدنيا ببعضها. فاحنا دلوقتي واقفين على اللير بتاعت الشادو واللايت، هنبتدي بقى ايه نلون. دلوقتي احنا لوننا المنطقة الغامقة في الوش، ولكن طبعا احنا واخدين بالنا ان هي كلها مش درجة لون واحدة، يعني شايفين الجزء ده، الجزء ده واخد درجة ازرق سيكا بسبب الاضاءة، فده برضو هنراعيه واحنا شغالين. الجزء ده فيه اورنج قوي، الجزء ده فيه اورنج قوي، فالحاجات دي برضو هنظبطها واحنا بنشتغل. بس خلينا دلوقتي نبتدي بس نحدد بقى اللون الفاتح او الجزء المنور، نعمل له برضو درجة معينة كده. خلينا مثلا نختار انهي درجة، الدرجة اللي في القرى اللي فوق دي، دي بقى مسفرة شوية، فهنطلع فوق ناحية الأصفر كده، يعني برتقاني فاتح كده. عيني على المنطقة دي وعلى المربع اللي هنا، لحد ما أحس إن أنا قربت أبتدي أشوف بقى. بصوا اللي أنا اخترته ده شايفين مخدر، تحس ان هو مخدر كده، مش نفس درجة اللون. فهننزل على الاحمر شوية، ومحتاج يفتح شوية، فهنطلع فوق شوية. بصوا بقى الفرق بين الدرجة الاولى اللي انا جربتها والدرجة التانية، طبعا الدرجة التانية هي اللي مظبوطة اكتر.
نرجع بقى ونبتدي نلون في المناطق المنورة. وطبعا احنا هنطبق الكلام ده في كله، مش في الوش بس، في الشعر وفي البدلة وفي القميص وفي الجرافتة، في كل الصورة. فهنيجي عند الشعر، ونشوف برضو الغامق والفاتح فيه. طبعا الغامق بني قوي، تعالوا نجرب كده، بصوا فاتح قوي ازاي. هننزل نغمق اكتر واكتر، تعالوا نقرب، بصوا بقى ايه اللي حصل. هو بقى غامق، ولكن في درجة احمرار كده او تشبع لون. انا مش عايز التشبع ده، انا عايزه تبقى باهتة شوية. فطالما باهتة شوية يبقى اجي ناحية الشمال، بصوا بقى الدرجة الجديدة من الدرجة القديمة، شايفين؟ هنيجي عند الشعر، هنراعي طبعا واحنا بنلون المناطق الغامقة هي بس اللي هنلونها، اللي هي زي الجزء ده والجزء ده. الاماكن المضيئه في الشعر واخده لون اورنج كده شويه، وهنطلع فوق هنا درجه فاتحه قوي، وهننزل تحت بنغمق. لسه فاتح، غمق اكتر، ومحتاجه تحمر شويه. هننزل عند الاحمر شويه عشان هو مش اصفر قوي، يعني هو اورنج. تمام كده، نبتدي نلون الجزء المضيء. الجزء بقى اللي هنا ده هو طبعا كان الميد تون اللي احنا مختارينه، اللي هو هنا ده. تمام، هنعمل نفس الكلام ده في البدلة وفي الجرافطة وفي القميص. تعالوا بقى نشوف تفاصيل الإضاءات اللي في الوش أكتر. يعني زي ما قلنا المنطقة اللي هي فيها إضاءة من اليمين، إضاءة تحسها موف شوية، فهنيجي هنا نجرب، عايزة تغمق، ونزود التشبع شوية، تفتح. يعني اعتقد الى حد ما كده مظبوط. في بقى الشكل اللي هنا ده هنبتدي نعمل زيه هنا، الجزء اللي فوق ده في اماكن فيها الاورنج فاقع قوي، او الساتوريشن بتاع الاورنج عالي، زي الحتة اللي في الأورا دي، والجزء اللي تحت التجاعيد اللي في العين دي، الحتة اللي عند الخد اللي هنا دي. فهنيجي عند الأورنج بتاعنا، ونزود الساتويشن بقى أو التشبع، يعني ندخل يمين عند المثلث كده، هندخل يمين. تعالوا نجرب، محتاج يغمق شوية، ننزل تحت. تمام، الكلام ده بقى هنلونه فين؟ هنا كده.
وهنا وهنا، والجزء اللي عند الغمازة أو مش عارف بيسموها النغزة دي، في برضو عند المناخير شوية كده، في عند القورة هنا شوية. تعالوا مثلا نشوف بقى الخط الإضاءة اللبني اللي هو الناحية التانية ده، نيجي عند اللبني كده، وموف شوية ولا ايه؟ هو أزرق. فتحه شوية، تمام. نبتدي نعمل الخط بتاعنا ده بقى، برضو أراعي الشكل اللي هو موجود في الصورة، في شوية أماكن بقى مضيئة فاتحة قوي، زي مثلا الحتة دي، الحتة دي، الحتة اللي بارزة في الخد، الحتة اللي عند الدقن اللي هي ناحية الضوء. الكلام ده برضو هنختار اللون الأورنج ونفتحه بقى، فتحه قوي. هنجرب كده، أعتقد تمام مشي. تعالوا بقى نشوف درجة اللون بتاعة الحاجب، الحاجب بقى والعين والشفايف، الدرجات دي بقى نعملها. الحاجب هيبقى لون بني كده فاتح شوية، وهنا أحمر أكتر عشان الإضاءة. الشفايف هتبقى لونها وردي كده شوية، طبعا طبعا اللون هيكون باهت لأن يعني ده راجل، يعني مش هيبقى حاطط روج، فهنخلي اللون باهت. طبعا الشفايف برضو في نص ناحية الإضاءة هتلاقيه فاتح، ونص ناحية عكس الإضاءة هتلاقيه غامق. فهنغمق شوية ونعمل كده، بس نزود تشبع شوية. طبعا عايزين نظبط شكل الشفايف عشان هي حصة بقت عريضة قوي. العين بقى يعني تكاد تكون سودة. طبعا طبعا هي مش اسود صريح. بصوا دايما دايما نحاول ما نستخدمش الاسود الصريح في التلوين بتاعنا ولا الابيض الصريح، لان يعني نادر جدا لما بتلاقي حاجة فيها اسود صريح او ابيض صريح. فنبتدي نرسم العين بتاعتنا. انا بقى دلوقتي عملت شوية تفاصيل كده علشان نحدد بقى ملامح الوش، العين والمناخير، البق، التفاصيل اللي في الود. كده لو جينا نشيل الاوتلاين، بصوا انا كده قفلت الاوتلاين، يعني الى حد ما ممكن ما نحتاجوش تاني خلاص بقى. ممكن بس نعمل تفصيلة بتاعة البدلة دي، تعالوا كده نشيل خلاص كده. أنا حددت المساحات اللونية اللي موجودة في الوش، ولكن طبعا مش مدموجة مع بعض علشان تدينا شكل واقعي. فدلوقتي هنعمل لير جديدة
كنترول شيفت ان ونسميها برند. ليه بقى؟ لان هنا هاجي بين كل درجتين لون، زي مثلا الدرجة دي والدرجة الغامقة دي، وهبتدي اعمل عملية دمج كده او تسييح، علشان في الاخر يكون التلوين بتاعي واقعي. تمام، هعيد تاني على حتة الدمج. ازاي انا بعمل دمج بين لونين؟ انا كنت شرحتها قبل كده بس هنشرحها تاني. دلوقتي انا مثلا عندي اللون ده وعندي اللون ده. بص، لو انا عايز اختار لون معين، لو انا عايز اختار لون معين من الوش هنا، بدوس على Alt. شايفين ايه اللي حصل؟ ظهر لي علامة القطارة دي، واجي على اللون اللي انا عايز اختاره واقوم جاي دايس بالقلم كده. انا اخترت اللون ده اهو، عايز اختار اللون ده، ادوس على Alt واختار اللون ده. طيب انا عايز ادمج بقى بين اللونين دول، وانا واقف على اي لون فيهم اختار اي لون فيهم، وهاجي في نصهم كده وابتدي امشي خفيف كده. هتظهر لي درجة جديدة هختارها وابتدي امشي كده خفيف خالص فوق وتحت، اختار وادمج، اختار وادمج لحد في الاخر هيوصل لي للدمج اللي انا عايزه. تمام، تعالوا نعمل الخلفية بالمرة، علشان لما بتكون الخلفية زي اللي في الصورة بتساعدنا اكتر ان احنا نقرأ الالوان بتاعة الوش. فتعالوا بقى، طبعا اللير بتاعة الخلفية احنا قلنا بتكون تحت خالص، شايفين اللير اللي هي بتبقى مقفولة دي، اما نعمل لير جديدة ونلونها بقى بلون الخلفية، او هي اللير اللي احنا واقفين عليها دي اللي هي البيضة دي نلونها ونخليها بلون الخلفية. ممكن شايفين القفل ده، نفتحه ندوس بس عليه كده، خلاص اللير دي اتفتحت ونقدر نلونها زي ما احنا عايزين. تمام، هنلونها بقى اللون اللي ورا ده، هو يعني تقريبا اسود. خلينا نقرب قوي من الاسود كده، ونلون. محتاج يغمق شوية كده. تمام، يعني نخليه كده. تمام، بلاش نخليها سودة قوي. تمام، نيجي بقى عند اللير بتاعت البليند بتاعتنا، وهقعد ادمج الالوان زي ما انا شرحت من شوية. كل درجة كل درجتين جنب بعض هبتدي اعمل بينهم عملية دمج. وانا بعمل عملية الدمج برضو عينيا هتكون على الوش، علشان ما اسرحش بالدمج قوي وابوظ الدنيا. يعني لازم اكون شايف شكل الدمج هنا عامل ازاي، بحيث ان انا اراعي ده وانا بدمج هنا.
بعد ما خلصنا مرحلة الدمج هنخش بقى في المرحلة اللي أنا شخصيا بحبها، وهي مرحلة التفاصيل. هنعمل بقى لير جديدة كنترول شيفت ان، ونسمي اللير دي details أو تفاصيل. يبقى بقى في شوية تفاصيل بقى بنهتم بيهم أكتر، بنعمل زوم كده على الوش و طبعا الزوم احنا قلنا يا اما بنجيبها من هنا من شريط الادوات ده، او من الكيبورد بندوس على الزد وبعد كده ادوس على الصورة واطلع لفوق بيعمل زوم ان، ولو نزلت لو دوست على الصورة ونزلت لتحت بيعمل زوم اوت. انا دلوقتي بقى هعمل زوم ان كده على الوش، وابتدي بقى في اللير الجديدة بتاعت التفاصيل دي، اهتم بقى بشوية تفاصيل اكتر، وهي بقى ايه لساعات الاضاءة اللي هي مثلا زي اللي فوق دي اللي في القورة، هايلايت، اي بقى لسعات اضاءة في الوش، اي بقى تفاصيل اكتر عايز احطها بحطها في المرحلة دي. ممكن احدد العين اكتر، شكل العين اكتر، احط لها مثلا لمعة او اضاءة اي حاجة. تعالوا مثلا نبتدي من الشعر، هناخد مثلا درجة الأورنج اللي هي اللي فيها إضاءة دي، نبتدي بقى نصغر الفرشة قوي ونبتدي نعمل شعر كده متطاير، و نرسم برضو شوية شعر كده فيهم إضاءة هنا وهنا برضو. نهتم برضو بالإضاءة اللي بتبقى على الطرف أوي دي، لأن دي بتحدد لنا شكل الرسمة بتاعتنا. طبعا الإضاءة من الناحية دي بيضة شوية أو زرقاء شوية، فهناخد اللون اللبني ده ونفتحه أكتر ونبتدي نعمل برضو شوية شعر كده الإضاءة ضاربة فيهم. خلونا نختار فرشة تانية تكون ما تكونش سوفت كده، تكون شارب شوية، فممكن نختار الفرشة دي، بحب اشتغل بيها اوقات برضو. هي عاملة التأثير بتاعها عامل زي تأثير الباستل شوية كده. هنفتح اللون اكتر ونبتدي نعمل الإضاءة اللي هي بتكون في الجنب دي. اهتم بقى بتفاصيل الشعر، نيجي عند الإضاءة اللي هي في القورة دي ونفتح اللون أكتر ونبتدي نعمل إضاءة هنا كده. نبتدي نعمل إضاءة هنا، في تجاعيد كده هتلاقي التجاعيد دي
برضو عندها الحتت خطوط مضيئة كده زي الحتة دي كده، برضو بنهتم بيها هنا. نبتدي بقى نحدد التجاعيد بشكل أقوى شوية، الخطوط بتاعة التجاعيد اللي في الوش دي. بصوا بقى، بعد ما ضفنا اللاير بتاعت التفاصيل دي، تعالوا بقى كده نطفيها ونشوف قبل وبعد كان الموضوع عامل ازاي. بصوا كده، كان البورتريه بتاعي عامل كده. بعد ما زودنا اللاير بتاعت التفاصيل بقى عامل كده. شايفين يعني التفاصيل دي بتودي البورتريه في حتة تانية خالص. لساعات إضاءة بقى، تحديد بقى العين أكتر والحواجب، الشعر، زيادة تفاصيل أكتر. وكمان الفرشة دي بتدي ملمس كده حلو، يعني أحسن من الفرش الناعمة. فأنا عن نفسي بصراحة يعني مش بحب الفرش الناعمة قوي في التظليل، يعني بحب يكون باين كده التأثير بتاع الفرشة، بيكون الموضوع ارتستيك اكتر. يعني ممكن بقى نيجي عند الخلفية ونعمل لير جديدة كده فوقيها ونعمل إضاءة كده. ممكن نجيب الفرشة دي نبتدي نعمل ملمس كده في الخلفية، نفتح اللون، نعمل شوية إضاءة كده. تعالوا نشيل بقى اللير بتاعت الريفرنس بتاعتنا ونظبط الخلفية. ممكن نجيب الفرشة التانية ونجيب الفرشة دي مثلا. بصوا الفرشة دي بتديني ملمس كده كأني برسم على كانفاس، اللي هو التوال بتاع رسم الزيت ورسم الأكريليك وكده. طيب دلوقتي أنا مثلا حاسس إن أنا عايز أخلي فيه إضاءة أكبر شوية في الخلفية، فهنيجي برضو عند الخلفية هنا، نعمل layer جديد Ctrl Shift N، وهنختار مثلا لون أبيض، وهاجي بقى بالبرش اللي هي السوفت راوند برش دي، وهاجي أزود أكبر الفرشة. طبعا بنكبر الفرشة ونصغرها بالجيم والدال، أكبرها بالدال وأبتدي ألون كده. شايفين كانت قبل الإضاءة عاملة إزاي ودلوقتي عاملة إزاي، كأن في نور جاي من وراه.
لو حسيت انه جامد قوي ممكن امسح شوية او اجي عند الاوباسيتي اللي احنا كنا شرحناها قبل كده اللي هي عند قائمة اللايرز واقللها شوية. نخليها كده مثلا. طيب الوش، لما نيجي عند الوش ابص احس ان الوش اصفر او اللون الاصفر يعني مال الوش، ما فيهوش كده ما فيهوش الوان، ما فيهوش حيويه، فانا بقى عايز ازود له الوان بس من غير ما اجي ناحيه الليرز اللي انا عملتها دي. تعالوا كده نفتح الريفرنس بتاعنا، هاجي عند اخر لير اللي انا كنت عملت فيها التفاصيل واقوم جاي عامل لير جديده فوقيها. تمام، اللير دي هنسميها ايه؟ ممكن نسميها كولورنج مثلا، تلوين. تمام، اللير دي بقى هنخلي البليند مود، فاكرين البليند قائمه البليند مود اللي انا شرحتها؟ هنخليها مثلا على هارد لايت ونبتدي بقى نزود شويه الوان كده في الوش، صغر الفرشه شويه واحنا برضو على السوفت راوند برش دي. انا عايز ازود احمر شوية في الحتة دي، فهجيب بقى اللون الاحمر، هبتدي امشي خفيف كده شوية احمر مثلا في الاورا، في المناخير مثلا، حاسس ان الاحمر بتاع اللي هو في الخد ده تقل شوية، هجيب الاستيكة بقى ادوس على ايه واجيب الاستيكة وامسح منه شوية. نجيب البي تاني ونبتدي نكمل. ممكن مثلا نجيب اللون اللي هو الموف شوية ده، طبعا احنا في الرسم الديجيتال نقدر نجود عادي زي ما احنا عايزين ونحط اللمسات بتاعتنا، ممكن تكون في حاجات من اللي انا بعملها مش موجودة اصلا في الريفرنس، بس مفيش مشكلة يعني، انت وظيفتك كفنان ان انت تحط دايما ابداعك او اللمسة بتاعتك في الحاجة اللي انت بتعملها. تمام، بصوا كده قبل كده، لما قبل ما اعمل اللير الاخيره دي، تعالوا بقى نشغلها كده بعد ما زودتها. ممكن مثلا نحس الالوان كترت قوي، حاجه من الاثنين برضه، يا اما بالاستيكه ادوس على ايه واجيب الاستيكه وابتدي امسح شويه براحه كده خفيف خالص، او من برضه الاوباسيتي وانا واقف على اللير بتاعت الكولرنج دي، او الاوباستي او جاي مقللها شوية. تمام، ممكن نزود بقى لير كمان ونخلي البليند مود بتاعها الكالر دوجي دي، عارفينها دي، هنخليها هارد لايت زي ما هي، بس هنعمل واحدة جديدة كنترول شيفت ان، ممكن نسميها على اسم البليند مود اللي هو الكلر دوج. ونجيب البليند مود نخليها كلر دوج،
ونزود بقى شوية إضاءات كده. الكولر دوجي دي بتعمل تأثير حلو قوي كده، هنشوفه مع بعض. نجيب البي برش، شايفين مثلا الشعر من فوق مثلا الحتة الأورنج دي، تعالوا نجيب اللون الأورنج. بصوا لما انا عملت لما انا رسمت بالفرشة، شايفين عمل اضاءة كده شكلها حلو ازاي. ممكن برضو نعملها هنا. الكلام ده برضو ممكن نيجي نعمله عند الودان مثلا، شايفين. بصوا لو انا غيرت البليند مود للنورمال عادي، كأني ملون لون برتقاني عادي ما فيهوش اي حاجة، لكن لو خليتها على الكولر دوتش بصوا تأثيرها. نيجي عند طرف اللبس من هنا ومن هنا، ممكن نختار اللون الموف ده برضو ونبتدي نديله سنة إضاءة أزيد كده. تعالوا نختار برضو اللون الأبيض ونيجي عند الأماكن اللي فيها إضاءة بيضة دي، ممكن برضه نيجي عند الشعر من فوق كده نزود سنة أبيض من هنا. نيجي مثلا عند طرف البدلة كده، من هنا مثلا. تعالوا نشوف قبل الكولر دوج كان شكلها كده، بعد الكولر دوج بقى شكلها عامل كده. وبكده نكون طبقنا على كل الدروس اللي شرحناها في الفيديوهات اللي فاتت، الادوات اللي في الفوتوشوب، قائمه اللايرز، الكولر ويل، قائمه البليند مود، كل تقريبا حاجه احنا شرحناها طبقناها النهارده في الرسمه بتاعتنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الشرح. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية، ولو عجبك الشرح اعمل لايك على الفيديو وسيب لي رأيك في التعليقات.